السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلامة للجميع. طبعا يا اخوان، اليوم للأسف تعرضت امرأة حامل للدغة من أفعى الحراشف المنشارية، أفعى سامة جدا معروفة. أنا منزل عنها من 10 سنين عندي على اليوتيوب عن هاي الأفعى. طبعا هاي الأفعى وين بتعيش؟ بتعيش في مناطق القريبة من الأغوار، أو مش شرط تكون في الأغوار، برضو بالقرب من الأغوار، في منطقة بسموها عنا النصارية، قرب يعني بالقرب من طوباس. طبعا أنا قبل أول يوم العيد يا أخوان عيدنا عليكم وقلنا لكم بالعيد في رحلات وفي ناس راح تروح على الرحلات، انتبهوا وديروا بالكم، والحظر واجب. يعني الحظر مش غلط يا أخوان، يعني انت كون حذر، بتروح على منطقة جبلية زي المناطق هاي، فقد المنطقة، لانه بكون مرات لون الافاعي بيعطي على لون التربة اللي موجودة في المنطقة، او القش لما يصير لونه يبلش ينشف، او الورق تبع الشوك او الابصر شو، بكون يعطي لونه زي لون الافعى على الطبيعة، سبحان الله. وللأسف المرأة دعست على الافعى ولدغتها بقدمها، حكى جوزها معي وإن شاء الله خير. وللأسف إنه عندنا المضاد الموجود هو مضاد الهندي كوكتيل، يعني مش قوي، ضعيف يا أخوان، والله يجيب اللي فيه الخير، ونتمنى السلامة للمرأة ونتمنى لها الشفاء العاجل. كمان مرة يا أخوان، إحنا دايما بالصيف، الصيف هو موسم الأفاعي والعقارب والأفاعيان، يعني بالشتاء بتتخبى وبالصيف بتطلع. فترة الصيف هي فترة قصيرة جدا، تبدأ أكثر إشي بشهر 5، الشهر هذا اللي احنا فيه أكثر شهر بتكون فيه الأفاعي في حالة هستيريا، بتكون في حالة شتات، مش داري عن حالها. السبب يا إخوان، السبب واضح جدا، وبعد متابعة سنين في الفترات هاي بكون التستيرون عالي جدا، عالي جدا عند الأفاعي، فبتكون عقلها بالتزاوج، بكون عقلها تبحث الذكور عن الأناث والأناث عن ذكور، بتكون ما تخاف من الإنسان لأنه عقلها بشتتها إنه هذا يمكن يشكل عليه خطر، فبتكون جالسة وقاعدة مش خايفة، تيجي أنت بتخبط عليها بالصدفة أو بدك تمسكها أو إشي بتلدغك، هي بتلدغ خوفا. فعشان هيك يا اخوان الحذر واجب، يعني احنا بنحب دائما انه يكونوا معلوماتنا او الشغلات اللي قدمناها على مدار 20 سنة، انه هاي الشغلات تكون مفيدة يا اخوان لكم، ويكون الحذر يكون الحذر واجب، او يكون انه تمكننا من انه تخلي الناس تحذر من هذا الاشي، ونمنع حالات كثير من الوفيات مثل الاسود الخبيث. اول ما بلشنا فيه ما كان حدا يصدق انه هذا فرخ، ما يصدق انه هذا مش فرخ عربي. فعشان هيك يا اخوان، وعلى مدار السنين الحمد لله تمكننا من انقاذ مئات مئات بل الاف الارواح. يعني نتمنى يا اخوان دائما الحذر، بعصاي بتقدر تفكد الكش حواليك، تفكد مثلا حجر تحته مفتوح، ترفع الحجر تشوف فيه تحته اشي، هذا كل الموضوع، مش مطلوب منك اشي تاني. وان شاء الله السلامة للجميع، ومنطمنكم شو بصير. طبعا هاي هي افعى الحراشف اخوان، تعرفوا عليها، لها اسم كثير على اليوتيوب، اكتبوا افعى الحراشف مع جمال عمواسي، وماذا يفعل سمها بالدم، برضو موجود مع جمال عمواسي. طبعا افعى الحراشف المنشارية تعتبر من اخطر 8 افاعي بالعالم. طبعا في ناس بيحكوا لها ام جنيب، وفي ناس بيحكوا لها اسماء كثيره، مش ملهاش كرون، لكن اللي بتشبه المقرنه، بتمشي نفس مشيتها زي مشيت الافعى المقرنه، وبتدفن حالها، بتختبئ بالرمال نفس القصه. طبعا تستهينوش الحيه مش بالحجم، بالحيه بالسم والخطوره. نخلي افعى الحراشف في المشاريه تمشي، يلا
اسرع 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 اسرع، يلا اسرع اسرع. ايوه شوفوا كيف بتمشي. شايفين كيف تمشي؟ تعالي روحي لي بالعكس بالعكس بالعكس، انا بدي تروحي بالعكس بالعكس بالعكس، بدهاش تتراجع بالعكس بالعكس، مشي بدهاش خربي. خليها تمشي على جنب كبر كلها، لا تروح من هناك اتجاه. ايوه يلا خلص تعال يلا. طبعا على الحيط تقدر تطاش فين، على الحيط ما بتقدر تمشي. مجرم الحين. خليها تطلع صوت. استفزها. ايوه هذا الصوت، عارف صوت شو؟ صوت حراشيف. اسمع اسمع اسمع.